دلوقتي خلينا نروح للأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. منها تعامد الشمس لأول مرة على الكعبة المشرفة، وده غير الماتشات كمان اللي هتتلعب في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم إطلاق مبادرة اعرف قدر نبيك صلى الله عليه وسلم بهدف التذكير وإلقاء الضوء والتعريف وبيان قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكل لغات العالم، وده هيكون الساعة 10:30 الصبح من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، وهدفها الرئيسي بيان فضل ومكانة نبينا صلى الله عليه وسلم وعظيم قدره. النهاردة هتحتفل كنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية بذكرى دخول السيد المسيح أرض مصر وإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، وده تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني. النهاردة هتشهد سماء مكة المكرمة تعامد الشمس الأول على الكعبة المشرفة هذا العام، وده وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 10 مباريات قوية في إطار الجولة 38 والأخيرة من عمر المسابقة، وتقام جميع المباريات في توقيت واحد الساعة 6:30، من أهمها مباراة ساوثهامبتون مع ليفربول، ومانشستر سيتي مع برنتفورد، وأرسنال مع وولفرهامبتون، ومانشستر يونايتد مع فولهام.